إطار العمل الجمعوي اللي كتقوم به جماعة الحكامة والتضامن الاجتماعي بالمحمدية بشراكة مع جمعية بلادي، قمنا بواحد الحملة طبية اللي كتشمل ساكنة جماعة الشلالات. استفدوا منها الساكنة المعوزة واللي ما عندهاش بولوج للخدمات الطبية من مجموعة من تشخيص، ومن تشخيص السريري، تشخيص بالصدى، تخطيط القلب. شفنا الحمد لله مجموعة من الحالات اللي كانت ما عارفاش راسها بالسرطان ديال الثدي بحال شحال من حالة. العدد اللي كان فايق في الكشوفات هو حالة ديال داء السكري وداء ارتفاع الضغط، هادو هما الحالات اللي كانوا عندنا بزاف. استطعنا الحمد لله البارح اننا نشوفوا واحد مجموعة من الناس اللي فاق العدد ديالهم حوالي 1000 استفدوا من كشوفات سريرية في مجموعة من الاختصاصات، اختصاص الأسنان، طب الأطفال والطب العام.